مساكم الخير شباب، يعطيكم العافيه. معاكم اخوكم ابو فارس صاحب اكان فيب جيك كيو 8، واليوم عندنا منتج من شركه جيك فيب. نقدر نقول شباب او تلاحظتوا وياي ان هذه السنه، من السنه اللي طافت لغايه هذه السنه، جيك فيب شاد حيلها، قاعد تنزل منتجات نقدر نقول بالهبل على جميع الفئات، ان كان البود مودز، اجهزه سحبه السيجاره، الديسبوزبل، طبعا اجهزه سحبه السيجاره مليون نوع نزل، يختلف ما بين الاجهزه اللي هي ما فيها مميزات، فيها نظام التحكم بقوه الجهاز، في نظام التحكم بالاير فلو، بس في النظام اللي فيه مثلا شاشه، لكن بشكل عام هل كان في شيء جديد واو او شيء نقدر نقول نقله في اجهزه جيك فيب؟ نقدر نقول هذا الشيء لمسناه مع اجهزه البود مودز، لكن مع اجهزه سحبه السيجاره نوعا ما نقدر نقول صار عندنا نوع من انواع التكرار. تقريبا هي نفس البودات او نفس بالاصح الكويلات، لكن قاعد يختلف الشكل، بطاريه اكبر، بطاريه اقل، مع ميزه التحكم بقوه الجهاز، هذا شكل، هذا شكله مدور، هذا شكله مربع، لكن يظل 80 إلى 90% من هذه الاجهزه متشابهه. وهذا الشيء ينطبق على جهازنا اليوم. اخر اصدارات شركه جيك فيب هو جهاز سوندر من فئه سحبه السيجاره. من الحجم مبين وياكم انه هو شوي كبير بالنسبه لجهاز سحبه السيجاره، هذا بحكم ان بطاريته كبيره. هذه الشغلات راح نسولف عنها لما اوريكم العلبه، راح نتكلم عن بعض المعلومات عن شنو طريقه التقديم وشنو قاعد يوحي لك فيه هذا التقديم، ونرجع بعدين نكمل سافتنا خلاص تجربتنا مع جهاز السوندر من شركه جيك فيب. تابعوا ريفيو وبلش معاكم شباب. الحين نتعرف بالتفصيل على الجهاز الجديد من شركه الجيك فيب اللي هو جهاز السوندر من فئه سحبه السيجاره. هذا بالنسبه لي شكل العلبه خارجي بسيط جدا، وما اعتقد ان هذه حتى العلبه الرسميه للجهاز، لكن مبدئيا يذكرني بجهاز الام 1 لو تذكرون، اللي هو كان جهاز حتى سميناه ارخص من جهاز ديسبوزبل. نفس الفكره، يعني باكج بسيط وجهاز بسيط واستخدام جدا بسيط ومواصفات بسيطه. نبطل العلبه على السريع، راح تشوفون معي حتى تقريبا حتى تقديمه نفس تقديم اجهزه سحبه السيجاره، ما في لا دليل استخدام ولا شاحن ولا حتى بود اضافي. يتقدم الجهاز بهذه الطريقه بالضبط نفس طريقه الام 1 اللي احنا تكلمنا عنه من قبل، تتبطل الجهاز او يتبطل بهالطريقه ويطلع معنا جهاز السوندر. هذا بالنسبه لي التصميم الخارجي، تقريبا ما في شيء مميز، اللهم ان الطبقه السطحيه للجهاز شوي صايره مثل البصمات تقريبا، ما ادري اذا واضحه وياكم بالشاشه ولا لا، يعني خشنه لكن بنفس الوقت حلوه انيقه نقدر نقول. هني حاطين لنا مثل التاج معدني مكتوب عليه السوندر، عندنا هذه الاضاءه خاصه عشان يعطيك مستوى سعه البطاريه، الفتحه الخاصه لدخول الهواء، اوكي فتحتين، وعندنا فتحه الشحن من فئه التايب سي. وهذا بالنسبه لي البود يعتبر من الحجم شوي العريض، طبعا سعته 2 ملي. هذا بالنسبه لي المعلومات الخاصه فيه، خل اشيل هذه اللزقه. المعلومات الخاصه حط لنا طبعا مثل ما قلنا بود واحد 0.7 من 16 الى 19 واط، وعلى فكره شباب الجهاز قدرته توصل لغايه 20 واط لكن ما تقدر تتحكم فيها. وبالنسبه حق البودات حسب علمي انه راح ينزل لها اوم مختلف، مثل ما قلنا هذا 0.7 وراح ينزل له 1.2. وبالنسبه لطريقه التعبئه راح تلاحظوا وياي ان احنا هنا عندنا هذه الربله الخاصه بالتعبئه، اتوقع تتبطل من هذه الناحيه، اي اوكي هذه هي، تتعبى فيها، يتعبى فيها البود ويكون جاهز للاستخدام. تقريبا هذا كل شيء، كل اللي علينا الحين بعد بعبي البود ونجرب على السريع، ولما نصعد فوق اقول لكم خلاصة تجربتي مع جهاز السوندر من شركة الجيك فيب. تعرفتوا الحين على جهاز السوندر اخر اصدارات شركة الجيك فيب، مثل ما قلنا جهاز سحبة السيجارة. شفتوا معي بالكلوز اب طريقة التقديم ذكرتنا بجهاز الام 1، الجهاز اللي كان ضعيف، حتى انا شخصيا سميته جهاز ارخص من جهاز سحبة السيجارة. لكن شنو كانت فكرته؟ فكرته ان انا اقدم لك جهاز باقل تكاليف علشان يطلع عليك رخيص، لكن بنفس الوقت بفكره اعاده التعبئه علشان انت تقتنع بدل ما تشتري الديسبوزبل، ممكن تشوف ان هذا الجهاز اوفر لك من الديسبوزبل. يعني على سبيل المثال لما نتكلم عن هذا الجهاز، مثل ما شفتوا ما في واير، ما في بود اضافي، ما في اي مميزات، بطاريه وبود. سعره حسب انا علمي، يعني كاني شفت انا بالنت، اتوقع ما بين ال 12 و14 دولار، وهذا سعر ترى جدا ممتاز مع بطارية 1000 ملي امبير. ما ادري اذا انا ذكرت لكم هالميزة ولا لا، سعة البطارية 1000،
هذه سعه ممتازه على جهاز سحبة سيجاره. فلما نحسبها جهاز بسعه بطاريه 1000 مع بود قابل للتغيير وانت تعبي، بالمقابل بعض الاجهزه الديسبوزبل هي تكون بطاريتها كبيره من 800 لغايه ال1000 ايضا تقريبا هذا الرينج مالهم من 12 الى 15 دولار. لكن الميزه هني انك انت تحافظ على الجهاز والبودات وتعبيها مثل ما انت تبي وتغير البود، فيصير عندك بس فقط علبه البودات اللي راح تكلف عليك وتشز، او بالاصح راح تكون بالنسبه لك ارخص لما انت تنتقل من جهاز ديسبوزبل لواحد ثاني. هذاك 12 او نقول مثلا 12 دولار كل مره تستخدم الجهاز، 12 دولار 12 دولار 12 دولار. اما ايش راح يصير معك مع هذا الجهاز؟ اول مره راح تشتري مثلا ب 12 دولار، لكن بعدين راح تاخذ لك علبه بودات فقط هي ما بين الستة الى الثمانية. فهذا هو الفرق، او هذا اتوقع وجهة نظر الشركة انها تبي تقدم لك جهاز رخيص ينافس سعر الديسبوزبل. شفتوا معي طريقة التقديم؟ مثل ما قلنا بسيطة جدا، علبة ما فيها شيء، لا كيبل شحن ولا بود اضافي، اللهم بغض البود اللي راكب على الجهاز 0.7 بالنسبة حق الاوم، ونازل له ايضا كويلات ثانية اللي هو 1.2، لكن للأسف ما دزوا لي اياها. الجهاز سعة بطارية 1000 ملي امبير، عندنا إضاءة للإي دي تعطيك فقط لون واحد اللي هو اللون الأبيض، لما توصل للربع الأخير أو خلاص لما تنتهي البطارية يعطيك فلاشات يقول لك إن أنا قريب أخلص لازم تشحن الجهاز، والشحن عن طريق التايب سي فقط لا غير. بالنسبة للبودات مثل ما قلنا في البداية هو نفس البودات أو نفس الكويلات المستخدمة مع معظم أجهزة المقدمة من شركة الجيك فيب، مستواها من جيد إلى جيد جدا على مستوى الفليفر، يعني هذه أنا أتوقع هي نفسها البي سيريس، الكويلات البي سيريس اللي احنا متعودين عليها مع معظم اجهزتهم حتى على اجهزه البود مودز هي تقريبا نفس الكويلات، فعارف مجربينها وعارفين مستوى الفليفر، فلما تبي على مستوى او على تجربه الفليفر في هذا الجهاز انت اوريدي مجربها مع اي جهاز ثاني من شركه جيك فيب، فنقطه الفليفر احنا هني خالصين منها. عندي نقطه واحده حاب منكم تعرفونها اللي هي الاير فلو. مثل ما عرفتوا ان احنا عندنا فتحتين من الناحيتين للاير فلو، فهذا معطيني كمية تهوية عالية حتى أعلى من مستوى أعلى من اليوتيوب من اليول، يعني شايفين أعلى مستوى تهوية من اليول، هذا حتى أعلى منه. سمعوا معي الصوت وركزوا وياي يمكن توصل لكم الصورة. وايد واسع، يعني أقدر أسميها تقريبا سحبة شيشة مكتومة من كثر ما هو واسع. لكن في نظام التصرف في حال اذا انت كنت حاب الجهاز تبي تتصرف بصبعك تسكر واحده من الفتحات، يا يعني انك تسكرها بهذه الطريقه او تيب بسيط تسكر واحده من الفتحات، يقل معاك من 40 الى 50% مستوى التهويه. يعني حاليا الحين بسكر وسمعوا معي مستوى التهويه، حلو وايد حلو. الحين بسمعكم الفرق، خمسين في المية من مستوى التهوية راح. بصقون على لما تسكر فتحة سحبتها أحلى تصير. مرة ثانية بعد واحدة. حتى تكنها وانت مرتاح. والجهاز قوي شباب. انا حاط 18 نيكوتين على 0.7 قوي. وحار علي لان 0.7 فالمفروض كنت استخدم هني 12، لكن اللي شفته قدامي 18 فحطيته. على ال 1.2 ال 18 راح تكون مناسبة، لكن هني ال 12 راح تكون مناسبة. فمستوى الفليفر ماشي حاله متعودين عليه، مستوى التهوية قلت لكم هو واسع مثل ما هو، لكن في حال إذا كنت تبي تستخدمه بهذه الطريقة أو تحط لك تيب صغير يصير معاك 50% أقل على مستوى التهوية. بشكل عام الجهاز قيمته 12 دولار. ومثل ما شرحت لكم قبل شوي لما تقارنه بجهاز ديسبوزبل من نفس الحجم، لا تقارنه ب 400 سحبة، لا قارنه بال 1500 وفوق. لان هذا احنا عندنا 1000 ملي امبير بطاريه، فانت قارنا باسعار اجهزه ال 1500 سحبه وفوق، يعني 2000 و 3000 حتى. ف 1000 ملي امبير على 12 دولار، لكن عندك البود مجرد ما يخلص تشتري لك علبه من 6 الى 8 دولار. فانت تشوفها وياي هي الحسبه او وجهه نظر الشركه تبي تنافس الديسبوزبل بجهاز اوبن سيستم، يعتبر هذا اوبن، يعتبر اوبن سيستم، بجهاز اوبن سيستم ارخص شيء ممكن بحيث انه تفضل هذا عن اجهزه الديسبوزبل، هذا راح يكون رايك انت، شاركني اياه هنا عندي بالكومنتات. هذا كان كل شيء لجهاز السوندر من شركه الجيك فيب، الملاحظات عليه وايد او طريقه استخدامه يعني شرحت لكم اياها،
تشوفه اوكي، تشوفه عادي، تشوفه اوكي فعلا الفكره حلوه. هذا شيء ابي اسمع منك هنا عندي بالكومنتات. يعطيكم العافيه.